أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من كورسات فين مان. سلسلتنا هتتكلم عن موضوع مهم لأغلبيتنا ومهم في الوقت الحالي، وهو موضوع ازاي نقدر نعمل ابجريد من في سفير وفي سنتر 5 تو في سفير او في سنتر فيرجن 6. طبعا فيرجن 6 صدر من عدة اشهر حتى الان، وفي فيتشر كتيرة جدا مهمة لينا كلنا، فكتير مننا بيفكر ان هو بيعمل بلان عشان يقدر يعمل ابجريد من اي فيرجن، سواء 4 او 4.1 او 5 5.1 او 5.5، ليوصل لفيرجن جديد اللي هو فيرجن 6 عندنا. هنتعلم في السلسلة ديت اللي هي عبارة عن 3 اجزاء، هنتعلم فيها ايه الريكوايرمنت عندنا اللي نحتاجها عشان نقدر نعمل ابجريد سواء للفي سفير او الفي سنتر، وايه ازاي نقدر نعمل بلان صح عشان نقدر نعمل ابجريد، ايه التولز، ايه الهاردوير، ايه السوفت وير ريكويرمنت اللي هنحتاجها في عمليه الابجريد ديت. والجزء الثاني هنتكلم على ازاي نقدر نعمل ابجريد للفي سنتر. في الجزء الثالث هنتكلم على ازاي نقدر نعمل ابجريد للفي سفير، سواء ابجريد للفي سنتر هنتكلم ازاي نقدر نعمل ابجريد لو هو من النوع اللي بنعمله انستليشن على الويندوز، او نقدر نعمل ابجريد للفي سنتر اللي هو في شكل الابلاينس. بالنسبه للفي سفير نتعلم ازاي نقدر نعمل له ابجريد بكذا طريقه، سواء عن طريق الايزو فايل، او سواء عن طريق الابديت مانجر، او سواء عن طريق كوماند لاين بحاجه اسمها الباندل اوف لاين. هيكون معاكم في شرح الكورس ده مهندس خالد الدسوقي. ان شاء الله هنبدا دلوقتي اول خطواتنا في عمليه الابجريد من 5 ل 6. اول حاجه لازم نتعرف عليها ليه احنا محتاجين الابجريد، ونتعرف على اللاب سيت اب اللي هنستخدمه في عمليه الابجريد في الاجزاء التاليه عندنا. دايما سؤال عندنا سواء من ناحيه البيزنس او سواء من ناحيه الاي تي، ليه نقدر نعمل ابجريد؟ طبعا من ناحيه الاي تي فيمكن انتوا اكتر ناس عارفين ان طبعا في فيتشر كتيره موجوده عندنا في الفي سفير 6 مش هنشرحها هنا، او ممكن تشوفوها او اتكلمنا عليها في كتير في مقالات في موقع في امان، موجوده كتير جدا في جوجل وفي سيجنال وفي سيشن كتيره جدا، ايه اللي هو ديفرنت بتوين الفايف والسكس. اوكي، لكن من ناحيه البيزنس طبعا بتختلف النظره، ان هو ما بيهتمش بالفيتشر، بيهتم بالفلوس والكوست وغيرها. فطبعا الناس اللي اوريدي ممكن يكون معاهم لايسنس 5.5 مشترينه جديد، بيجي ياخدوا اوتوماتيك اللايسنس بتاع 6 ببلاش، او ان هما بيجددوا اللايسنس بتاعهم بمبلغ بسيط عشان يقدروا يستفيدوا الفيتشر اللي عندنا. طبعا مقابل الفيتشر الجديده اللي موجوده عندنا في الفي 6، الموضوع يستحق ان احنا نعمل ابجريد لل 5. اوكي، طبعا ده من ناحيه ليه احنا نقدر نعمل ابجريد، او ليه محتاجين نقدر نعمل ابجريد عندنا. وان شاء الله في الكورس القادم اللي هنعمله على في ام ان وفي ام وير تك هنتكلم على الفيتشر ان ديتيلز للفي سفير 6، ونتكلم عليه من الشرح بتاعه من اي تو زد. قبل اي عمليه ابجريد عندنا لازم ناخد بعض الخطوات في حسباننا عشان نقدر نعمل عمليه مشروع ابجريد بشكل صحيح ويبقى مشروع ناجح ان شاء الله. طبعا مشاريع الابجريد دايما بتكون من اصعب المشاريع عن ان انت تقدر تعمل انستليشن جديد. ليه؟ لان انت بيكون عندك اكزيستنج انفايرمنت اوريدي موجوده، عندك سيتنجز، عندك داتا بيز، عندك ماشين، عندك برودكشن شغاله، فما تقدرش تشتغل عشان ما يحصلش اي داون تايم عندك، ما يحصلش اي مشاكل عندك وهكذا. لذلك بيكون حذرين او في عمليات الابجريد بصفه عامه، سواء في ام وير او سواء لاي ابلكيشن عندنا، سواء مايكروسوفت في ام وير سيتريكس او غيره. عشان كده لازم تاخد في حسبانك بعض التشيك ليست كده تعملها عندك وتشوفها، تراجعها واحده واحده عندك. نشوف الفيرجن الجديد بتاعنا هل هو سبورت الكرنت فيرجن ولا لا، هنشوف السوفت وير اللي هو بيحتاجه هل هو متوفر عندنا ولا لا، هل هو كومباتبل مع الويندوز الموجود عندنا دلوقتي، هل كومباتبل مع الابلكيشن الموجوده، هل كومباتبل مع الهاردوير الخاص بينا وغيرها عندنا. عشان كده لازم نحدد التشيك ليست دي، نبص عليها وناكد عليها جدا 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 قبل ما نعمل اي خطوه في عمليات الابجريد عندنا. عشان نقدر نعمل التشيك ده، في ام وير اوريدي عامله لنا بعض السايتس الموجوده عندها ببلاش، عشان من خلالها نقدر نعمل تشيك ليست او تشيك للستاتس الموجود عندنا، وهل هي كومباتبل مع الابجريد بتاعنا او لا. اما نيجي نتكلم على الجزء بتاع ازاي نقدر قبل ما نعمل انستليشن في سفير وفي سنتر، هنشوف ايه الهاردوير ريكويرمنت اللي محتاجينه.
فاول حاجه لازم نشوف ايه الهاردوير ريكويرمنت اللي محتاجينه. لكن قبل ما نشوف الهاردوير ريكويرمنت، هل السيرفر اللي موجود اوريدي عندك هل هو سبورتد الفي سفير 6؟ بمعنى اخر يعني على سبيل المثال، لو احنا قلنا ان احنا ده السيرفر بتاعنا الفي سفير على سبيل المثال بيحتاج بروسيسور فيه خاصيه الفي تي، بيحتاج 2 كور، بيحتاج 4 جيجا رام، بيحتاج ما يقرب من 5 جيجا هارد ديسك فري، 1 جيجا نتورك انترفيس 1 جي وغيرها. طيب ممكن تكون الحاجات دي موجوده اوريدي عندك، لكن الفي سفير مش سبورت في الجهاز ده، لان احنا ممكن نجيب اي جهاز مش ورك ستيشن او جهاز احنا مجمعينه مش سيرفر، بمعنى سيرفر، وبنيجي نعمله انستليشن للفي سفير بيحصل لنا مشاكل كتير جدا، ان هو ما يقدرش يتعرف على النتورك وغيرها، وبنقف في الحاله دي. فمش كفايه بس انت تشوف ان في ريسورس مناسبه للسيرفر، لا لازم تشوف الموديل ده هو سبورت ولا لا. لذلك عشان نتاكد هل السيرفر او البي سي او غيره من الجهاز اللي عندنا سبورت او لا، فلازم نروح نشوف الموقع، يمكن انتوا كتير عارفينه، اللي هو السايت الخاص بالكومباتيبلتي هاردوير اللي هو قدامنا ده. ده سايت ممكن نفتحه باللينك الموجود قدامنا ده، ده متاح لاي حد ممكن يشتغل عليه. في مور حط فيه هنا كل الديتيلز الخاصه بالفيرجنز بتاع السيرفر، بالسيرفرز، بالستورج، بالنتورك، بالديفايسز، بكل ما تتوقعه عندنا ممكن يدخل مع او يتعامل مع الفي سفير بشكل او اخر. بمعنى لو احنا قلنا مثلا احنا عندنا دلوقتي هنعمل انستليشن للفي سفير 6، وانت مثلا عندك سيرفر وليكن اتش بي او ديل، تختار من هنا الموديل، تختار هنا على السيرفر هو بليد ولا راك ولا ماونت ولا تاور ولا غيره. اوكي، لو احنا عملنا سيرش كده بالبساطه ديت هيجي لنا كل السيرفرز اللي مسبورتد عند اتش بي سبورتد فيرجن 6، بيجي لنا بالشكل ده كله، سواء الموديل والسيرفر، موديل السيرفر والبروسيسور، لان ممكن نفس الموديل يكون فيه اكتر من نوع موديل بروسيسور عندنا، ويقول لك الموديل ده سبورتد كمان مش 6 بس، لا الموديلز دي كمان. طب لو احنا مثلا عاوزين نقول الموديل ده بس يكون فيه خاصية الـ VT، لأن مش كل السيرفرات فيها خاصية VT، طبعًا إحنا عندنا VT قديمة وجديدة، لو قلنا القديمة لأن الجديد فيه قليل أوي السيرفر اللي بتسبورت ليه. نعمل هنا يجيب لك سيرفرز سبورت فيرجن 6 من HP وماونت راك وفيها خاصية الـ VT، هيجيب لك الليستة بالسيرفرز الموجودة عند HP. نفس الموضوع لو شفنا عند ديل، عند هيتاشي، عند فوجستو، عند كل الناس. ممكن تختار بموديل البروسيسور، ممكن تختار بفيتشر كتيره جدا جدا عندنا، ده لو انت بتختار بسيرفر. ممكن تختار ديفايس اي او اللي هي الشكل البي سي اي اي او اللي هو بيكون سوليد ستيت موجود على البي سي اي. ممكن تختار هنا جيست او اس، هل هو ال 6 فيرجن 6 ده بيقدر يعمل يشتغل على هوست او اس الاول اللي هو عباره عن الويندوز سيرفر اللي هنعمل انستليشن عليه، او جيست او اس اللي هو سبورتد ايه الكلاينت اللي ممكن ينزل على البي سفير عندنا، زي مثلا الماشين فيرتشوال ماشين تحتوي على ويندوز سيرفر ولينكس ماكنتوش او غيره. ممكن نشوف السبورتد الاستورجات اللي سبورتد مع الفيرجن ده وغيرها، عندنا حاجات كتير قوي. من هنا ممكن نقدر نعرف ايه السيرفرات السبورت عندنا. لكن مع ذلك مش معنى ان السيرفر بتاعنا مش موجود في الليست ده يبقى هو مش سبورتد للفي سفير انستليشن. لكن ممكن يكون سبورتد، ممكن يكون سبورتد في ناحيتين اتنين. اول حاجه ان هو ممكن يكون موديل قديم، فبالتالي في ام وير ما عملتوش تيست مع الفيرجن الجديد. وليكن على سبيل المثال لو احنا بصينا هنا كده هتلاقي كل الموديلات هنا فيرجن، يعني اللي هو تي ال 380، جي 5، جي 6 او جي 8، يعني كله هنا جي 8 او جي 9. في عندنا عند جي 5 او جي 6 هل هو مش سبورت؟ لا هو سبورت، لكن هي في ام وير هنا مش عملت له تيست عليها، ما بقاش يعني مش سيرتيفايد 100% ان هو هيبقى سبورت 100% عندنا. لكن من واقع الخبره ومن الحياه العمليه يكون هو سبورتد ما فيهوش اي مشاكل، حتى لو في امور بتديك سبورت ليه ما فيش اي مشكله، مش هتقول لك مش هتشترك عليك موديل معين عندها. لذلك مش معنى ان السيرفر بتاعك مش موجود هنا يبقى هو مش سبورتد، لانه ممكن يكون موديل قديم سبورت ال 5 لكن مش عاملوا له على فيرجن 6. ليه مش عملوه؟ لانه ممكن يكون خلاص هو اوت اوف سيلز، جي 5 وجي 6 وجي 7 خلاص ما بيبيعوش اساسا، ولا شركه اتش بي بتنتجهم. فليه هي اتش بي يعني ليه في ام وير هتعمل لها تيست على الابلكيشن فيرجنز الجديده عندك؟ حاجه ثانيه، ممكن يكون السيرفر ده اساسا مش ديزاين للفي ام وير. بمعنى في بعض الاجهزه اللي احنا بنشوفها عندنا بتبقى اجهزه بيسموها الورك ستيشن، بتبقى اجهزه فيها زيون بروسيسورز، فيها
يعني كمية رام معقولة فيها، يعني كديزاين قريبة من السيرفر، لكن هي مش مصممة للسيرفر، لكن هي مصممة للباور يوزر، الناس بتوع الجرافيك، ناس بتوع الفيديو اديتنج وغيرها، بتحتاج ريسورس عالية. مع ذلك الأجهزة دي بتبقى ممكن نقدر نعمل انستليشن عليها، لكن طبعا الفي ام وير مش مصممة، أو مش هي مش عاملة في البلان بتاعها إن هي تقدر تنزل الأبلكيشن بتاعها ده على السيرفرز من الموديلات دي اللي هي ورك ستيشن كاتيجوري عندنا، لكن مع ذلك تقدر تشتغل عندنا. لذلك فالموضوع ان انت تجيب سيرفر وتنزل عليه الفي سفير او الاي اس اكس بتاعك، في موضوع ممكن يكون في حته ريسكي بعض الشيء. لو هو مش موجود عندك هنا في الليسته، يبقى انت لازم تجرب، لازم تسال، لازم تشوف الاول قبل ما تشتري السيرفر بتاعك ده او جهاز الورك ستيشن ده، وقبل ما تطبقه عندك. وكده اتكلمنا على الموضوع ده بشكل مستفيض عندنا في موقع في ام ان، وعملنا بعض الارتكال على موضوع الهوم لاب، شرحنا فيها ان انت ممكن تعمل هوم لاب بشكل بسيط مع خلال اجهزه ورك ستيشن او غيرها، لكن تاخد في حسبانك دايما ان انت قبل ما تشتري تعمل تيست بسيط حتى عند الراجل اللي بيبيع لك الحاجه دي. ممكن تاخد سيدي هاي او فلاشه على الاو اس بتاع الفي سفير وتعمل انستليشن قبل ما تشتريه، وتشوف هل هو هيشتغل معاك ولا لا. يمكن من واقع الخبره كل المشاكل اللي بتظهر في الموضوع ده بتكون ان هو ما بيقدرش يتعرف على الدرايفر الخاص بالنتورك. يمكن لها اساليب طويله عشان تقدر تعمل الدرايفر ده ابديت، لكن ما هياش مضمونه وما هياش تراستد، لكن بعض الموديلات البسيطه اللي هي بيحصل لها المشكله دي، لكن بقيه الهاردوير سواء بروسيسور رام ستورج او غيره بتتعرف مع الفي سفير سيرفر وبتشتغل تمام عندنا ما فيهاش اي مشكله. ده اول حاجه شفناها، هل هو الفي سفير 6 سبورت معانا الهاردوير بتاعنا او لا. طبعا الريسورس هو محتاج قد ايه، دي هنتكلم عليها في كمان شويه. موضوع الكومباتيبلتي سوفت وير مهم جدا من ناحيه، اكتر من ناحيه حقيقه. اول حاجه، هل السوفت وير اللي هو الفي سفير او الفي سنتر، وتحديدا هيكون هنا الفي سنتر لان الفي سفير ما بنحتاجش ليه اي سوفت وير ريكويرمنت او بيتعامل مع الهاردوير مباشره. من ناحيه الفي سنتر لما نيجي نعمل له ابجريد او حتى لما تيجي تعمل له انستليشن جديد، بيحتاج هاردوير معين كي عرفناه خلاص، لكن من ناحيه السوفت وير بيحتاج او اس معين وهنتعرف عليه، اللي هو لازم يكون ويندوز سيرفر 2008 ار2 على الاقل او اكتر. بيحتاج داتا بيز معينه سواء اس كيو ال او دلوقتي حاليا بوست جريس او اوراكل. بيحتاج ان احنا لما نيجي نعمل له ابجريد، طب هو السبورتد فيرجن ايه بالظبط؟ بمعنى ده هتفيدنا قوي في موضوع الابجريد. لو انا دلوقتي عنده اوريدي في سنتر 4 أو 4.1 أو 5 أو 5.1، طب هو سبورت أنهي فيرجن منهم؟ نقطة جدا دي مهمة عندنا. طب إزاي أقدر أعرف إن هو أنا أقدر أعمل أبجريد من كام لكام؟ يعني أقدر أعمل أبجريد من 4 ل 6 مرة واحدة، ولا لازم أعمله أبجريد من 4 ل 5 الأول، ولا 1 ستيب ولا 2 ستيب؟ هنا في وير عاملة لنا أكتر من حاجة. أول حاجة ناخدها بالترتيب كده، إزاي أقدر أعمل مثلا أشوف إيه الكومباتيبلتي أبجريد؟ معنى لما أجي مثلا أقول في سفير سيرفر اقدر اعمل من فيرجن ايه لفيرجن ايه. لو احنا على سبيل المثال احنا فيرجن كام؟ فيرجن 6. هيبقى لي هنا ان هو نقدر نعمل ابجريد في 1 ستيب من 5.5.1 ابديت 3، هتلاقي هنا كومباتبل. نعمل من 1 ستيب نعمل ابجريد منه مباشره. طب بالنسبه للفيرجن اللي قبل كده نحتاج ايه؟ هنا هنحتاج ان احنا لازم نقدر نعمل ابديت للفيرجنز اللي قبل كده سواء 5 او 5.1، ان احنا نعمل لها ابجريد الاول ل 5.1 ابديت 3، والخطوه اللي بعد كده نقدر نعمل ابجريد ليها من 5.1 ابديت 3 فيما فوق، نقدر نعمل له ابجريد لفيرجن 6. بمعنى يعني من اول 5.1 ابديت 3 ممكن اعمل ابجريد مباشره في 1 ستيب. اي فيرجن قبل كده لازم اعمل له الابجريد الاول ل 5.1 ابديت 3، وبعد كده نقدر نعمل ابجريد ليه لل 5.6. طب بالنسبه للفي سفير، لو جينا هنا كده نفس الموضوع، هنحتاج واحنا بنعمل ابجريد دلوقتي ابجريد فيرجن 6. طب ابجريد فيرجن 6 ده ممكن نعمل له ابجريد مباشره من مين؟ من اول فيرجن في سفير 6 5 ممكن نعمل له ابجريد مباشره. طب بالنسبه لل 4 بالنسبه لل 3 اي حاجه؟ لا، لازم الاول نعمل ابجريد من 4 مثلا او 4.1 لل 5، وبعد كده نعمل ابديت من ال 5 لل 6. اوكي، فمن اول ال 5 نعمل فون ستيب، اما من اول قبل كده لازم نعملها الاول ابجريد لل 5، ومن 5 هتبقى 2 ستيبس عندنا. اوكي، ده بالنسبه لعمليه الابجريد بنختار. طبعا الموضوع مش في سفير وفي سنتر شكل ما احنا شايفين، ممكن نختار حاجات كتير جدا نشوف فيها الابجريد من فيرجن لفيرجن عندنا، اللي هو سبورتد ولا لا.
نقطة تانية، جزئية الداتابيز دي نقطة هتهمنا جدا. يعني على سبيل المثال لو أنا شغال مثلا فيرجن 5 أو فيرجن 4.1، مثلا على سبيل المثال 4.1 كان بيستخدم مثلا SQL 2005. طيب لو أنا دلوقتي جيت عملت أبجريد إمبليس على الفي سفير الفي سنتر بتاعنا، فهو باي ديفولت في الريكوايرمنت بتاعته إن إحنا الفيرجن 6 مش سبورتد، الفي سنتر فيرجن 6 مش سبورتد ال SQL 2005، إنما هو سبورتد 2008 R2 SP2، ده المينيمم عندنا فيما فوق، ممكن يسبورت 2012 2014 وغيره. طب في الحالة دي معناها إيه؟ معناها لازم الأول أعمل أبجريد لل SQL بتاعي، وبعد كده أعمل أبجريد لل V Center، لأن هو لو إحنا عملنا أبجريد لل V Center مش هيقدر يتعامل مع ال SQL القديمة بتاعتي. لذلك احنا هنا ممكن نشوف هل الابليكيشن بتاعنا ده ايه الداتابيز اللي هو سبورت ليها، لانه ممكن نختار داتابيز تانية، ممكن ناخد باك اب من الاس كيو ال 2005 ونعمل له ريستور في اوراكل، او ممكن نعمل له ريستور في اكسترنال ستورج او سوري اكسترنال سيرفر خاص بالاس كيو ال اللي هو اس كيو سيرفر مثلا لو احنا شغالين في الاكسبريس، او ممكن نعمل ابجريد يعني ناخد الفيرجن ده ونعملها في البوستجريس او غيره. لذلك لما اجي اختار مثلا اقول طبعا الاس اكس اي ملوش علاقه بالداتابيز، ما بيستخدمش الداتابيز في حاجه، لكن احنا هنستخدم هنا الفي سنتر، واقول فيرجن 6 ونعرض كده هنا بس الداتابيز، ونختار ان هو بس السبورت معانا. هيجيب لي هنا ليست بكل الاس كيو ال داتابيز او الداتابيز بصفه عامه، داتابيز سيرفرز اللي سبورت فيرجن 6 الفي سنتر فيرجن 6، هتلاقي بداية من 2012 و2008 و2014 وبالإضافة للـ SQL اللي موجود معانا وبالإضافة للـ Postgres، كل دول سبورتد معايا. طبعا كان زمان IBM DB2 بس دلوقتي اتلغى عندي. فلما أجي أعمل أبجريد لازم يكون عندي أحد الداتابيز دي موجودة عندي قبل ما أعمل أبجريد موجود عندي. يمكن احنا دلوقتي لما نيجي نعمل في اللاب بتاعنا هيكون احنا اوريدي الفي سنتر بتاعنا 2008، فباي ديفولت الفي سفير او الفي سنتر 6 هنلاقي ان احنا هو دلوقتي ما بيستخدمش الاس كيو ال بصفه عامه كالاكسبريس، بيستخدم بس الفول فيرجن اللي هو مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، فبيعمل له ريبليس وبينزل له بوست جريس عندنا، وده هنشوفه في عمليه الانستليشن. لكن بصفه عامه سواء انت هتعمل ابجريد للفي سنتر او اي ابلكيشن تاني من الموجودين هنا، لازم تبص هل هو سبورت الابلكيشن الداتابيز ديت او لا الموجوده باي احدهم يعني. طيب في حاجه ثالثه، السوليوشن. السوليوشن دي حاجه في وقت الاهميه قوي، بتعمل كوارث كتير قوي. على سبيل المثال لو انت عندك دلوقتي في سفير 5 وعندك سوليوشن في دي اي اللي هو في ام وير فيو، او سوليوشن ابديت مانجر، او سوليوشن خاص بالفي كلاود دايركتور او الان اس اكس او غيره، اي ابلكيشن عندك شغال مع معتمد طبعا مع الفي سنتر، كل ده معتمد على الفي سنتر. طيب لما انا دلوقتي هاجي اعمل ابجريد وانا مثلا عندي في سفير 5، في سفير 5 شغال وعندي مثلا الفيو 5، طيب لما اجي اعمل فيو 5 عندي، هل انا لما اجي اعمل ابجريد واوصل الفي سنتر عندي او الفي سفير عندي ل 6 هل هو سبورتد مع الفيو 5 ولا لا؟ او العكس، ان انا عاوز اعمل ابديت للفيو هل هو سبورتد للفيو مثلا اللي دلوقتي 6.1، هل هو سبورتد مع الفي سفير اللي موجود عندي اللي هو 5 او لا؟ وهكذا. لما نيجي نعمل ابجريد لازم ابص على الحاجات دي، ما ينفعش اروح اعمل ابجريد للفي سنتر والفي سفير واكتشف في النهايه لا ده هو اصلا مش سبورتد للفيو. في الحاله دي طبعا السوليوشن بيقف بالكامل، ما اقدرش طبعا اشتغل، لازم ارجع لا داون جريد او يدخل في مشكله كبيره قوي عندي. لذلك لما يكون عندي اي ابلكيشن معتمد على الفي سفير او الفي سنتر زي حاجات كتير قوي موجوده هنشوف عندنا هنا في الليسته، لازم اشوف هل هو كومباتبل ولا لا. ليه؟ عشان اشوف ممكن في الكيس ديت اقول طب هنعملها ستيبس، اروح نعمل مثلا ابجريد او ابديت للفي سي الفي ام وير فيو، نعمله مثلا ل 5.3 ولا حاجه لان هو سبورتد ال 6 الاول، نعمل له ابجريد الاول وبعد كده نعمل ابجريد للفي سفير او الفي سنتر عند 6 عشان يبقى ايه الدنيا كومباتبل ومفيش حاجه تقع عندي. لذلك لما اجي اقول مثلا دلوقتي انا عاوز اعمل تشيك اقول هل الفي سفير بتاعي او الفي سنتر
فيرجن 6 سبورت مع مين؟ مع مثلا في ام وير فيو، ده اشهر ابلكيشن ممكن يقابلنا. بيقول لنا دلوقتي فيرجن 6 سبورت مين؟ في ام وير فيو 6 و6.1 6.1 6.1.1. معنى كده ان انا لو عملت ابجريد وكان عندي اي في ام وير هورايزون فيو قبل الفيرجن ده هيحصل لي هنا مشكله ومش هيشتغل الفيو ويحصل لي هنا دروب كبير قوي. معنى كده ان انا لازم اعمل ابجريد الاول للفيو عندي عشان قبل ما اقدر اعمل ابجريد للاي اس اكس عندي او البي سنتر عندي. اوكي، اقدر اعمل تشيك ليست على كل الابلكيشن ديت، ده مع ده او البي سفير مع في سنتر او ده او ده او غيره، عشان في النهايه اقدر اطلع بنتيجه صحيحه. الكلام ده لازم نشوفه الاول قبل ما نشتغل عندنا. اوكي، ده اول ستيب عندي عشان اقدر اعمل تشيك ليست كده بسيطه هل احنا عندنا كومباتبلتي سوفت وير وكومباتبلتي هارد وير عندنا. طبعا لسه هنتكلم ايه اللي محتاجينه كهارد وير ريسورس موجود عندنا، وده ما بيكونش فيه مشكله عند غالبيتنا، متوفره الريسورس بكميه كبيره ما فيهاش اي مشكله. لو اتاكدنا ان التشيك ليست مظبوطه، طبعا احنا يعني احنا بناخد الاهم دلوقتي، في طبعا حاجات كتير جدا ممكن بقى طبعا تشيك كونكتيفيتي، تشيك دي ان اس، وتشيك فاير وول، وتشيك ابديت، وغيرها من الليسته طويل قوي لو انت هتمشيها بشكل اوفيشال، لكن انا بقول لكم بس الحاجات المهمه اللي هتقابلنا عندنا. النقطه اللي بعد كده، لو احنا اتاكدنا خلاص ان احنا عندنا ريسورس، عندنا هاردوير كومباتبل، سوفت وير كومباتبل، ما عندناش مشاكل في الكلام ده كله، هنروح نقول عاوزين نعمل دلوقتي انستول او داونلود الاول للسوفت وير الخاص بينا. احنا دلوقتي البلان بتاعنا عاوزين نعمل ابديت للفي سنتر وابديت للفي سفير، فمعنى كده لازم اروح على موقع في ام وير واعمل داونلود للفي سنتر والفي سفير من الموقع الخاص بنا. طبعا دلوقتي في ام وير بتتيح لاي حد ممكن يقدر يعمل داونلود لاغلب الابلكيشن بتاعتها بشكل مجاني لمده 60 يوم، ودي كافيه جدا لو انت عاوز تجرب قبل ما تعمل اي حاجه. فانت هتخش موقع في ام وير بكل بساطه، وتخش بالاكونت بتاعك في الماي في ام وير، اي حد ممكن يقدر يعمل اكونت خاص بيه، ويروح في الجزء الداونلود يقدر يعمل داونلود للفي سفير والفي سنتر عندنا. في الكيس الحاله بتاعتنا هنعمل بعض الداونلود عندنا، هنحتاج نعمل داونلود للفي سنتر والفي سفير بالحاجات اللي هنشوفها دلوقتي، دي اللي هنحتاجها واحنا بنشتغل في اللاب عندنا. طبعا كده في ابلكيشن كتير ممكن نستخدمها ونعمل لها داونلود، لكن في الكيس بتاعنا في اللاب دلوقتي هنحتاج حاجات معينه اوريها لكم. هنيجي هنا سواء اسينشال او الاسينشال بلس مش فارق، كل الكلام ده معانا. هنيجي عاوزين نعمل ايه؟ داونلود للفي سنتر والفي سفير. طبعا هنا هيفتح لك سكرين، احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي اللي هو في سنتر وده الفي سفير. الوقت ما كنا بنسجل الفيديو ده كان اخر ليتست ابديت 6.0، ده الليتست فيرجن، فممكن لو فيرجن قبل كده ممكن تستخدمه عندنا. لو جينا هنا هنلاقي ان احنا عندنا كذا ايزو فيرجن من الفي سفير، نحتاج احنا اول واحده بس ننزلها اللي هو الايزو فايل، ده بوتابل ايزو، نعملها على سداية او فلاش عشان نبوظ بقى نعمل بقى انستليشن. في عندنا اوفلاين باندل هنحتاجه نعمل له انستول داونلود عندنا عشان هنحتاجه في احد الخطوات نعمل ابجريد للفي سفير من عن طريق كوماند لاين. ده الكلاينت هنستخدمه عندنا في عمليه الكوميونيكيشن بين الفي سنتر والفي سفير. في بعض التولز الثانيه اللي هي الفي ام وير تولز، البعض السبيشال او اس عندنا زي اللينكس والويندوز القديمه 2000 وهكذا. هنحتاج احنا بالفعل ننزل الثلاثه سوفت وير دولت عندنا. طبعا بتيجي هنا تعمله داونلود، انا اريد اعمله داونلود فمش هحتاج اعمله داونلود، ده متاح لاي حد. ده البي سفير عندنا. بالنسبه للبي سنتر، البي سنتر هنزل حاجتين اتنين حاليا، هنزل الفيرجن اللي هو الايزو ده اللي بنعمل انستليشن ليه على الويندوز، وهنعمل داونلود للفيرجن الثاني اللي هو الفي ام وير في سنتر سيرفر او باينز، ده هنعمله داونلود كمان، ده عباره عن ايزو لكن ده عباره عن ابلاينس، هنشوف ازاي نعمل انستليشن عباره عن لينكس ومحطوط جواه الفي سنتر عندي بشكل اوتوماتيك. هنعمل داونلود للاثنين دول كمان عندي. انا بالفعل عملت لهم داونلود عندي، ده الايزو بتاع الاي اس اكس، وده الاوفلاين، وده الفي سنتر الانستليشن بتاع الويندوز، وده الابلاينس عندي، وده ابديت للابلاينس هنحتاجهم بعد. ده السوفت وير اوريدي عملت له داونلود عندي، لكن انت لو ما عندكش طبعا
ممكن تعمله داونلود في أي وقت عندك. قبل ما نبدأ الخطوة التالية وهي عملية الانستليشن، هنشوف الأول اللاب الخاص بينا اللي هنشتغل عليه. احنا اللاب الخاص بينا لو هنشوفه بالشكل ده عندنا، طبعا عندي دومين بالاي بي ده اسمه دي سي، عندي هوست، الهوست ده بعمل منه مانج، اللي ده اللي هستخدمه في الريموت عشان اكسس في السيرفرات بتاعتنا اللي موجوده تحت دي كلها. كل الانفايرمنت بتاعتي دي شغال على جهاز سيرفر واحد بالاي بي ده. عندي ستورج، عندي ناس ستورج وعندي سام. بالنسبه لللاب بتاعنا هيكون هو بالشكل اللي تحت ده، طبعا كل السيرفرات دي بتخدم اللاب اللي فوق ده كله عندنا. كل ده عباره عن فيرتشوال ماشين، عامل ماشين للفي سنتر 2008 ده هعمل عليها انستليشن، اوريدي معمول عليها انستليشن للفي سنتر 5.5. عندي فيرتشوال ماشين ابلاينس للفي سنتر 5.5 ده ابلاينس الاي بي بتاعها بالشكل ده. عندي 3 اي اس اكس هوست، اي اس اكس اي سيرفر في سفير بالاي بيهات اللي قدامنا ديت، منهم 2 5.5 ومنهم واحد فيرجن 5. ده الانفايرمنت بتاعتنا، لاحظوا الاسامي او لاحظوا الاي بيهات بمعنى اصح عشان لما اقدر اعمل كونكت عليها او ادخل عليها يبقى انت عارف انا موجود فين دلوقتي. عندي تشوف الاي بي ده او تقول انا شغال على سيرفر ده او ده او ده عشان نمشي الخطوات بتاعنا. كل شغلنا هيكون على 5 سيرفرات ديت بالاضافه للسيرفر اللي هو الهوست اللي احنا بنشتغل من خلاله وبنعمل كونكت من خلاله وندخل على كل الناس. ده اللاب انفايرمنت الخاص بينا هنشتغل عليه دلوقتي عندنا. لو رحنا بصينا عليه بالفعل، انا الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي ده جهاز اللي هو الاي بي بتاعه مية دوت 200، ده بنسميه هوست زيرو. الاي اس اكس سيرفر بتاع اللي بشغل كل اللاب عليه اللي هو 100.100. الانفايرمنت اللي احنا هنستخدمها في اللاب بتاعنا اللي هنعمل لها ابجريد ده سيرفر اللي هو 5.5 هنشغله، ده اللي هو الاي بي بتاعه 110، ده عباره عن ويندوز سيرفر 2008 عليه نسخه عليه انستول اوريدي 5.5 الفي سنتر. عنده ابلاينز وده الاي بي بتاعه 111. عندي 3 سيرفرز تانيين، واحد منهم في سفير 5 واثنين موجودين عليهم في سفير 5.5. ده كل السيرفرات الموجودة عندي، ده 110 111 112 113 114، ده السيرفرات اللي هتستخدمها في كل اللاب اللي هنشتغل عليه دلوقتي عندي. بعد ما عملية يبدأ عندي هبدأ أخش على الفي سنتر ده ونبدأ خطواتنا في الجزء الثاني من الكورس بتاعنا اللي هنبدأه بعد كده، ازاي نقدر نعمل ابجريد للفي سنتر عندنا. بكده نكون انتهينا من الجزء الاول من سلسله هاو تو ابجريد في سفير وفي سنتر فروم 5 تو فيرجن 6. شفنا في الجزء الاول ده ليه احنا محتاجين نعمل ابجريد، ايه الريكويرمنت الخاصه بينا ده من ناحيه السوفت وير ومن ناحيه الهاردوير، وشفنا بعض الريسورس اللي ممكن نشوف منها المعلومات دي من خلال موقع في ام وير، وشفنا ازاي نقدر نعمل داونلود للفي سفير والفي سنتر من موقع في ام وير، وشفنا اللاب انفايرمنت الموجود الخاص بينا اللي هنستخدمه في عمليه الابجريد في الاجزاء التاليه. طبعا كل المعلومات دي لو هنشوفوها طبعا موجوده على موقعنا في ام ان والسايت الخاص بينا والفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. كان معاكم مهندس خالد دسوقي، اشوفكم ان شاء الله قريب في الجزء الثاني من سلسلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.